خير يا شباب، طلاب كلاس 22 بالإجازة في الهندسة المعلوماتية ITE بالفصل S22 بمقررنا مقدم في البرمجة 1 DTG401. هاي الجلسة الثالثة، هي الجلسة العملية الأولى بعنوان الانتقال إلى لغة البرمجة سي شارب. اليوم 13/11/2022، منسق المادة الدكتور وسيم صافي، أنا المدرس على عيسى، يعطيكم العافية. كيف صوت الصورة شباب؟ حد عنده أي سؤال قبل ما نبلش؟ أول شيء شباب، نحن بدنا نشتغل مثل ما حكينا على لغة البرمجة سي شارب. بيئة العمل اللي بدنا نشتغل ضمنها، طبعا في عدة بيئات عمل ممكن تشتغلوها، ولكن بيئة العمل اللي نحن بدنا نشتغل ضمنها هي المايكروسوفت فيجوال ستوديو. طبعا رابط تحميل بيئة العمل موجود على صفحة LMS. في عندكم نسخ قديمة، في عندكم النسخة الحديثة، ما في مشكلة في هذا الموضوع. انت حمل النسخة اللي بتناسب جهازك، لأنه نحن ما بدنا المواصفات العالية جدا، يعني بتحمل النسخة اللي بتناسب جهازك، بتنصب الأداة مايكروسوفت فيجوال ستوديو دوت نت، يعني فيك تحملها دي في دي سي دي اللي بدك اياه، فيك تدخل على الموقع من خلال الروابط الموجوده على الام اس وبتحمل الاداه. طبعا لما بتحملها انت بتحدد النسخه حق جهازك، فيجوال ستوديو سيت اب دوت اكس اي بهذا الشكل. هاي نسخه 2022، طبعا حجمها تقريبا شيء 4 جيجا. هذا هو الانستولر، يعني انت بتنزل هذا حجمه صغير، بعدين بتعمل له تشغيل، بصير تطلع لك الخيارات، بتقرأ الخيارات اللي عم تطلع لك، بتحدد خيارات العمل اللي بتهمك. طبعا احنا بهمنا، طبعا هو في كثير لغات، يعني هو فيك مثلا بايثون، اف بلس، سي بلس، سي شارب، اندرويد، في كثير خيارات. يعني نحن بهمنا تحدد الخيارات اللي بتهم، اللي بتخص السي شارب، بتحدد الخيارات اللي بتخص لغة السي شارب. طبعا لما بتعملها داونلود او تحميل، تنزل عندك رمز اللغة، فيك توصل له ايش من ابداء فيجوال ستوديو 2022 مثلا. طبعا 2022 تقيل شوي، المواصفات جهازه ما انا عالية، ينزل نسخة اقل، ما في مشكلة، كله نفس المبدأ تماما. تنزل هون، طبعا بتشغله من هون، انت بتشتغل معك لغة البرمجة. تمام، عملنا انستول وشغلت انت البيئة العمل. لما بتشغل بيئة العمل، أول شيء بتطلع لك واجهة بهذا الشكل. هاي الواجهة شباب طبعا ممكن تختلف معك أنت من نسخة إلى نسخة، أنا بدي أنشأ مشروع جديد. فعندي مجموعة من الخيارات، أنا بحدد لغة البرمجة اللي بدي أشتغل على أساسها، مثل ما حكينا في عدة لغات، جافا سكريبت، بايثون، كويري، تايب سكريبت، فيجوال بيزك، اكس ار ام ال، في كثير لغات. فأنا بختار سي شارب طبعا. بعدين عندي عدة خلينا نقول أنماط للبرمجة بالسي شارب، أندرويد، أزور، أي أو إس، لينوكس، ماك، كذا. أنا طبعا شو بدي أختار؟ الويندوز. خلينا نقول هون طريقة العمل اللي أنا بدي أشتغل ضمنها. في عندك أنت مثلا ديسكتوب، إذا بدك تشتغل تطبيقات، واجهات، يعني مثل هاي الواجهات اللي نحن بنشوفها، تطبيقات، واجهات، تطبيق واجهات تتعامل معها هاي لاحقا. نحن بهمنا تاخذ الكونسول،
شو هي الكونسول شباب؟ الكونسول لاحظوا الرمز هون هو نفسه شاشة السي ام دي. في حدا ما بيعرف الدرز او السي ام دي كيف شكلها؟ نازلة السوداء. هلا بدنا نشوفه نحن بكل الاحوال. طبعا اذا نسخ اقدم الواجهه نفسها بدها تظهر لك، ولكن نفس الخيارات ولكن بشكل ثاني، يعني ما في مشكله بهذا الموضوع. نعمل نيكست. لما تعمل نيكست بيطلع لك هذه الواجهه. هاي الواجهه شباب شو هي؟ عم بيقول لك بروجكت نيم، اسم المشروع اللي انت بدك تشتغله، لوكيشن مكان المسار، يعني المكان اللي تخزن فيه هذا المشروع. سوليوشن، السوليوشن هو خلينا نقول اذا انا عندي سوليوشن سابق، او اذا انا عندي بدي اضيف ل بدي اعمل سوليوشن جديد. شو هذا السوليوشن؟ السوليوشن شباب هو الكونتينر او المجلد او الحاويه، يعني انت ضمن هذا المسار رح يعمل لك مجلد باسم السوليوشن نيم، ضمن هذا السوليوشن نيم بحط لي انا البروجكت نيم. يعني انا عمليا عندي مجلد اسمه سوليوشن بدي احط ضمنه مشروع، فيني احط ضمنه مشروع ثاني، مشروع ثالث، نوع من التنظيم. يعني انا اذا عندي مثلا عمل عده مشاريع مرتبطه ببعضها، فيني احطها ضمن سوليوشن واحد، وفيني احطهم اذا بدي كل واحد بسوليوشن خاص به. بعدين بعمل كرييت. لما بعمل كرييت تظهر عندي الواجهه التاليه. واضح يا شباب؟ طيب طبعا هاي الواجهه هي بيئه العمل بدنا نشتغل ضمنها. عندكم هاي الواجهه البيضاء المكان السورس كود. اذا ضغطنا نحن هون هذا اسم السوليوشن اللي انا اخترته مثلا، ضمنه في بروجكت واحد، بروجكت اثنين، بروجكت ثلاثه، كله بينزل عندك بهذا المكان. طبعا الكود هو لاحقته دوت سي اس بروجرام مثلا دوت سي اس، هي نفسها موجوده هون. انت طبعا فيك تحصل توصل لها من هون. خواص مثلا، مراجع، عده امور خاصه بهذا البرنامج. طيب انا عملي هون شباب ضمن هاي النازله. طبعا احنا قلنا هلا فتحنا واجهه عمل خاصه بالكونسول. رح كبر لكم الكتاب شوي. طيب طبعا الشريط من فوق مثل اي برنامج، في عندك عده قوائم منسدله، كل وحده الى عمل معين. اول شيء شباب شو معنات هذه الرموز الموجوده امامنا؟ لاحظوا عندي انا هون يوزنج مكتوب بالازرق، يوزنج سيستم، يوزنج سيستم كذا، يوزنج، وعندي بعدين نيم سبيس بالازرق، انترنال كلاس مثلا. شو هدول؟ المكتبات يا دونا. تماما، اليوزنج هي استخدام المكتبات. شو هي المكتبات شباب؟ المكتبات نحن قلنا انه انا بلغات البرمجه العاليه في المستوى عندي مكتبات او عندي كلاسات، عندي صفوف جاهزه فيها دوال، فيها توابع، فيها ادوات انا بستفيد منها بالبرمجه. فانا لما بدي استخدم ادوات لمكتبه او لصف معين بدي استدعيه، يعني بدي اجيبه لبرنامجي. كيف بستدعيه؟ طبعا انا هون تلقائيا لما عملت كرييت للبرنامج هو استدعى لي الامور الاساسيه، يعني سيستم، سيستم كولكشن، سيستم لينك، سيستم تكست، سيستم ثريدينج. هذول طبعا احنا حاليا عملنا اغلب راح يكون ضمن السيستم. هذول المكتبات اللي نحن الاساسيه اللي بناء عليها انت رح تشتغل. بعدين عندك نيم سبيس كمان. طبعا الكلمات الزرقاء شباب هي كلمات محجوزه. شو يعني كلمات محجوزه؟ كلمات محجوزه يعني انا فيني اسمي بهذا الاسم، انا فيني اجي اسمي مثلا البرنامج تبعي اللي هو بروجرام، فيني اسميه نيم سبيس، فيني اسميه كلاس، فيني اسميه مثلا فويد. هذه بالازرق هي كلمات محجوزه، انا ما فيني اسمي بهذه الاسماء. طيب اذا النيم سبيس هو مجال الاسماء اللي انا بدي اشتغل ضمنه، انا بحط الكلاسات والصفوف اللي بدي اشتغل على اساسها لاحقا، بيحتوي على الصف الاساسي او الصف الاساسي اللي هو من ضمنه بينطلق التشغيل اللي هو اسمه انترنال كلاس بروجرام. طبعا الكلاس هو الصف، نحن شرحنا هو شو الصف بالنظري. الانترنال معناته الكلمه بالانجليزي انه صف داخلي، بس ما بنواردها هلا حاليا. لاحظوا شباب مثلا هذا القوس،
هذول الاقواس هي بتشكل لي حيز لهذا، مثلا هذا القوس بدايه ونهايه، هذا المكان هو خاص بالنيم سبيس. الانترنال كلاس بروجرام هذا المكان خاص بالبروجرام. بيجيني انا ستاتيك فويد مين، هذا المكان خاص بستاتيك فويد مين. اذا هاي الاقواس بتحدد لي مجال خلينا نقول الصلاحيه او العمل الخاص بالشيء اللي انا عم بشتغله اللي انا ضمنه. واضح شباب؟ اذا الانترنال كلاس بروجرام هو الاساسي اللي انا بشتغل ضمنه. ستاتيك فويد مين، ستاتيك فويد مين شباب هو انا ضمنه، طبعا هذا بيكون مكتوب بشكل جاهز انت عندك باللغه. فويد مين، مين البرنامج الاساسي بيكون سترينج ارجز، هذا يكتب بهذا الشكل ما في مشكله. بعدين لاحقا رح نفهم شو معنات هذا الكلام. انا اي تعليمات بدي اكتبها حتى يتم تنفيذها وين بكتبها؟ بكتبها ضمن هذا المجال، ضمن هذول القوسين من هون لهون. مثلا كبداية أنا مثلا في عندي بلش بكلمة في كونسول، ليش؟ لأنه الكونسول أنا عم بشتغل كونسول، يعني أنا عم بشتغل ضمن نازلة كونسول، فأنا بكتب له كونسول نقطة. شو النقطة هون شباب؟ الكونسول هو عبارة عن صف ضمن موجود ضمن هاي الكلاسات اللي عم نشتغل عليها، او هو عباره يعني بيحتوي توابع، بيحتوي ادوات انا بدي استخدمها. طيب هاي الادوات والتوابع لما بضغط النقطه انا عم بستدعيها، يعني انا صرت ضمن الكونسول عم بستدعي التوابع اللي موجوده ضمنه. مثلا رايت لاين، هاي اللي هو كتبه بشكل مباشر، رايت لاين فتحنا قوسين، ضمن القوسين بنحط تنصيص نكتب تيست مثلا بهذا الشكل. الان هون شو عم قل له؟ عم قل له استدعيت انا الكونسول، من ضمن الكونسول استدعيت الرايت لاين، يعني اطبع لي شين الرايت، اطبع او اكتب على الشاشه. بدي اياه يكتب لي تيست. تعليمك الكتابي يا حارسه تماما، بدي اياه يكتب لي تيست. واضح لهم؟ تمام. طيب انا لما اقول له رايت لاين تيست، لاحظوا شو بيعطيني. عاطيني هون بين عليكم اشاره حمراء، هذا خطا تماما. وهون بالاسفل عاطيني اكس احمر علي واحد. شو معنى هذا الكلام؟ معناتها انا عندي هون خطا تماما يا دونا، بده فاصله منقوطه بكل الاحوال. هلا في نسخ انت لما بتحط هون بيعطيك الخطا شو هو، في نسخ بدك تضغط تحت على الخطا تحت انت بيعطيك نافذه اكسبكتد، فاصله منقوطه اكسبكتد، يعني انه بيتوقع انه هون يكون في فاصله منقوطه. الفكره هون دبل كوتيشن، لا مو دبل كوتيشن ساره، الفكره هون انه انا حاطط دبل كوتيشن ضمن التست. طبعا التعليم يا شباب رايت لاين الى شكل معين، شكل الرايت لاين هي بهذا الشكل، رايت لاين نفتح قوس بنسكره وضمن القوس بنكتب الشغلات اللي نحن بدنا اياها تظهر على الشاشه. فنحن مكتوب بهذا الشكل. هلا الكومبايلر اثناء الكتابه عم يتاكد لك من الاخطاء، نحن حكينا الكومبايلر بيعطيك وين الاخطاء. فانا عندي هون خطا، اعطاني هذا الخطا، انا بحط فاصله منقوطه no issues found، يعني الامور تمام ما عندي اي مشاكل بالبرنامج حاليا. الفاصله المنقوطه شباب هي نهايه التعليمي، هي خلينا نقول الفاصله المنقوطه هي التعليمي اللي بتقول له للكومبايلر انه انا هون انتهت هاي التعليمه، اقرا التعليمه اللاحقه. تمام؟ طبعا في لغات برمجه بتعتمد الانتر، في لغات بالغالب بتعتمد الفاصل المنقوطه، ما في مشكله بهذا الموضوع، يعني انا فيني اكتب التعليم الثاني عد التعليمات على نص السطر وافصلها بالفاصل المنقوطه ما في مشكله. فيني طبعا يفضل اني اكتب انا بطريقه تكون واضحه بالكتابه، ولكن انا هلا حاليا الفكره ان الفاصل المنقوطه هي نهايه التعليم. تمام؟
نيجي على الديبج والبيلد. البيلد شباب يعني بناء هذا البرنامج. شو يعني بيلد سوليوشن؟ لما بعمل له بيلد سوليوشن بيختبر لي العمل، المكتبات، الامور كلها، كل شيء عندي تمام، بيقوم ببناء النسخه التنفيذيه. هلا هذا السورس كود اللي حكينا عنه بالنظري، هاي الصفحه هي السورس كود، وبيعطيني الملف الاي اكس اي او الملف التنفيذي اللي انا اللي هو لغه الاله اللي انا مباشره، أنا التطبيق اللي انا بشغله بيعطيني النتيجه مباشره. تمام؟ اذا بدي انا جرب هذا البرنامج، عندي ستارت ديباجينج وستارت ويزاوت ديباجينج. شو الفرق بيناتهم؟ ستارت ديباجينج بيشغل لي البرنامج، بنفذه كله وبنهيه مباشرة، يعني بتطلع عندي النافذة بتتشغل وبتنتهي. ستارت ويزاوت ديباجينج شو معناتها؟ معناتها انا بدي اياه يوقف، يعني ما ينهي البرنامج، بشغله بيوصل لاخر تعليمة برمجية ويوقف. خلينا نجرب ستارت ويزاوت ديباجينج، طبعا اما كنترول اف 5 او خلينا نقول مو تثبيت، بيوقف بينتظر منك انت تشوف النتيجه امامك. طبعا في طرق انك انت تخليه يوقف حتى لو عامل ستارت ديباجنج، ولكن مثل هي التعليمه مثلا ما فيها شيء غير انه يكتب لي على الشاشه ويخلص، فبس يخلص اذا ما ستارت ديباجنج بينهي البرنامج. هون لا، هون رح اشوفه شو بيعطيني. طبعا بده شويه وقت لانه بده يعمل بيلد بالاول. هون عم يعمل بيلد ستارتد، كاتب لي شو البروجكت، الكونفجريشن، ديبج اني سي بي يو. هون انشأ لي الملف التنفيذي وطلعت هاي الكونسول الواجهه السوداء. طبعا شو كاتب لي؟ اكتبه بالاعلى، كاتب لي تيست. يعني انا هون نفذ لي التعليم الكتابي اللي هي تيست. تمام؟ طبعا شو بعدين اعطاني؟ اعطاني بس اني كي تو كونتينيو. طبعا شو الكونتينيو؟ انه يطلع من النافذه، اي كي، بوس انتر، بوس بدك اياه، بوس اكس، بيطلع من البرنامج. واضح شباب لهون؟ في عنا رموز نحن بنستخدمها، مثلا اذا حطيت له شحطه مع النجمه ونجمه شحطه بالنهايه شو بصير؟ لاحظوا صار لون اخضر، هي مسميه تعليقات. تعليقات شباب شو بتفيدني التعليقات؟ تعليقات مثلا هذا الشيء ما بدي الكومبايلر يقراه، انا بدي اكتب جمله معينه تدلني مثلا انا شو هون هذا المكان شو بيشتغل. بكره ان شاء الله بالوظيفه مثلا كل خطوه بدكم تعملوها لازم تحطوا تعليق انه شو هذا المتحول اللي انت مستخدمه، شو هذا القسم اللي انت مستخدمه، هذا التابع شو هو. كيف انا بدي اكتب هاي الكتابه كلياتها بدون ما تتم برمجتها؟ لانه اذا بدي اتركها تتم برمجتها بده يعطيني اخطاء. كيف بدي يتم هذا الموضوع؟ من خلال التعليقات. انا في عندي طريقتين للتعليق، اما تعليق عدد سطور ببلشهم بشحطه نجمه وبنهيهم بنجمه شحطه، او تعليق لسطر واحد. تعليق لسطر واحد كيف بعمله انا؟ فقط قدام السطر اللي بدي اياه بحط شرطين بهذا الشكل. تمام؟ تماما يا رشان. طبعا مبدا التعليقات مشترك باغلب لغات البرمجه. يعني المتحولات، نحن شو قلنا المتحولات شباب؟ قلنا المتحول اذا بتتذكروا بجلسه النظري، المتحول عندي اسم المتحول، وعندي مكان الذاكره اللي بيحتويه، وعندي القيمه نوع البيانات، وعندي القيمه. طيب كيف انا بدي اعرف متحول بالسي شارب؟ المتحولات شباب، انا مثلا اول شيء بدي اعرف انواع المتحولات، بكره رح ناخذهم بالتفصيل. انا عندي مثلا متحول عدد صحيح، بدي اخذ انا عدد صحيح حسب النوع تماما. مثلا عدد صحيح انا بعرفه انت، هي اختصار لانتجر، انت مثلا اي. طبعا بنهي التعليم الفاصل منقوطه، انا هون عرفت متحول من نوع انتجر اسمه اي.
الاي طبعا حط لي تحتها شحتة باللون الاخضر، مبين عليكم؟ شو معنات هاي الشحتة؟ هذه ما لها خطأ، هاي تنبيه، تنبيه يعني انه انا عندي هون ورنينج، يعني تحذير، يعني انا عندي هون خلينا نقول انه انت هذا المتحول عرفته ولكن ما انك مستخدمه، يعني انت حاجز مكان بالذاكرة ما انك مستفيد منه. فهذا تنبيه، ما في مشكلة، ما بيأثر على العمل. هذا المتحول تماما بده القيمة. هذا المتحول مثلا ايه؟ طب انا اذا بدي اعرف عدة متحولات فيني اعرفهم كل واحد بسطر مستقل، فيني احط فاصلة بيناتهم A B C مثلا بهذا الشكل. كيف بدي استخدمه؟ يعني انا كيف بدي استخدم هدول المتحولات؟ هل انا صار عندي المتحول تم حجز مكان في الذاكرة، اموري تمام، بعمل له A تساوي، بعمل عملية اسناد. الاسناد كيف؟ بس انا بقول له A تساوي مثلا 3 فاصلة منقوطة. شو صار عندي هلا؟ صار عندي متحول A قيمته ومتحول B قيمة ومتحول C قيمة. متحول A قيمته 3 مثلا، متحول B قيمته 5 مثلا. كيف بدي اكتب له انا متحول B قيمته 5؟ كمان بكتب له B تساوي 5 فاصلة منقوطة. طيب السي، انا ممكن اعمل عملية بالاسناد، اقول له السي تساوي مثلا A ضرب دي فاصلة منقوطة. تمام؟ شو بدي احط لي بسي؟ بدي احط لي 15. طيب هلا الذاكرة بهذا الشكل، صار الـ A فيها 3، الـ B فيها 5، هاي التعليمة أنشأت متحولات، هاي التعليمة سندت 3 للـ A، هاي التعليمة سندت 5 للـ B، هاي التعليمة عملت بعد عملية الجداء اللي هي الـ A ضرب B. واضح هذا الكلام شباب؟ طب هلا اذا انا مسجل شو بيعطيني على الشاشه؟ شو لازم يعطيني على الشاشه اذا عملت تنفيذ هلا؟ ليش ولا شيء يا عبد الرحمن؟ خطأ؟ ليش خطأ يا خير محمد خير؟ ما بنفذ ليش يا حارسة؟ تماما. انا ما قلت له يطبع، يعني هذا العمل كلياته ضمن الذاكره، هذا العمل ما بيعطيني خطا، بس ما بيعطيني خطا، انا عملي صحيح ما بيعطيني خطا. اذا جربنا ننفذ، لاحظوا ما اعطاني شيء. ليش؟ لانه العمل كله بالذاكره. هلا ذاكره الجهاز فيها الاي وفيها البي وفيها السي وفيها كل هذا العمل، بس ما في شيء على الشاشه. حتى يطبع على الشاشه انا لازم اقول له كونسول رايت لاين سي مثلا. شو لازم يعطيني هلا؟ 15. واضح يا شباب؟ طيب شو انا عندي كمان فيني اعرف متحولات؟ هلا الانت هي العدد الصحيح، مثلا انا فيني اعرف فلوت، فلوت اف، وفيني اعملها اسناد مباشرة تساوي مثلا 6.3. شو هذا الفلوت؟ الفلوت هو العدد الصحيح شباب. طبعا الفلوت هون له خلينا نقول له خصوصية، رح نحكي بعدين بهذا الموضوع. دبل نفس المبدأ ولكن سعة الذاكرة فيه أكبر. يعني بكرة إن شاء الله مثل ما حكينا رح ناخذها الفلوت والدبل الأعداد الحقيقية، ولكن واحد سعته 2 بايت، واحد سعته 4 بايت أو 4 ب 8. نفس الشيء، نوع المتحول اسمه، عملت هون إسناد مباشرة ما في مشكلة، قيمة يعني عمليا بدي أحجز لي مكان بالذاكرة، اسمه اف، نوعه حقيقي، قيمته 6.3. تمام؟ شو عندي كمان انا متحولات؟ مثلا انا فيني اعرف له قلنا فلوت، قلنا دبل، قلنا انت،
بوليان مثلا، بوليان تي تساوي ترو. شو يعني البوليان؟ هو القيمة الحقيقية، بتاخذ قيمتين فقط صح ام خطأ. المتحول من نوع عفوا المنطقي بياخذ قيمتين فقط صح ام خطأ. لونج كمان في عندي تشار، تشار شو تشار شباب؟ تشار سي 2 تساوي تشار سي تساوي طبعا تنصيص واحد الاي كابيتال مثلا فاصلة منقوطة. اعطاني خطأ ليش؟ نحرف واحد يا غدير. تماما سارة تماما نحرف واحد. ليش اعطاني خطأ شباب؟ اعطيني خطأ على السي ليش؟ تماما، لاني انا معرف السي سابقا. نحن في عندنا شروط لتسميه المتحولات شباب. السي انا معرفه للسي مثلا قبل، ما في نستخدمه ثاني مره. طب اذا عرفت سي كابيتال شو رايكم؟ قبل بيقبل سي شارب بتقبل، في لغات ما بتقبل. في لغات عندها حساسيه للاحرف، خلينا نقول يعني بتميز الكابيتال عن سمول. اذا انا استخدمت محرف عفوا متحول كابيتال ومتحول سمول بدي فيني اعرف ما في بشكله. في لغات ما بتقبل السي شارب، مع في حساسيه للاحرف يعني فيني احرف، فيني اعرف متحول اسمه سي كابيتال ومتحول ثاني اسمه سي سمول، ما في مشكله هذا الكلام. ليش؟ لانه بتميز السي شارب بين الكابيتال والسمول. ولكن طبعا احنا يفضل انه دائما نستخدم متحولات بتعرف تماما، بتحدد تماما شو المطلوب منا. يعني انا مثلا لما بعرف اي بي سي اكس سي كابيتال سي سمول كذا، برجع على البرنامج بعد اسبوع بضيع ما بعرف شو فيه. فانا بستخدم متحولات بتعبر لي تماما عن الموضوع اللي انا بدي استخدمه. طبعا فيك انت تكتب المتحول، اسم المتحول بشرط انه يكون بدايته حرف. ما بصير انا بلش برقم، يعني انا مثلا ما بصير اكتب له 3 اه، هذا ما متحول. اما اه 3 ما في مشكله، فيني انا اكتبه سلسله محارف ولكن ما بده يحتوي فراغات. يعني مثلا A B C فراغ D ما بيمشي الحال، بدي احط اندرسكور A B C اندرسكور D. تمام، اذا احرف ارقام بدايته حرف يحتوي اندرسكور ما في مشكله، بدايته حرف حصرا ما بيبدا برمز. هلا احيانا انت فيك تحط اندرسكور كبدايه بياخده هو، ما في مشكله بياخده هو اندرسكور او حرف، ولكن بشكل اساسي او بشكل نظامي احنا لازم نعتمد، خلينا نعتمد انه بنبلش بحرف. تمام شباب؟ طيب في عندي كمان سترينج. شو هو السترينج شباب؟ سترينج اس مثلا طبعا اسناد مباشره تساوي تنصيص first string. شو هذه string؟ سلسلة محارف. جملة كما هي سلسلة محارف. أنا مثلا قلت لي رايت لاين للإس، خلينا نجرب. كتب لي first string كما هي كسلسلة محارف. تمام شباب لهون؟ إذا أنا عندي متحول، هذا المتحول بهم لي إنه ما يتغير أثناء العمل. يعني أنا برنامج كبير مثلا بالغلط ممكن إني أغير له قيمته، طبعا هذا التغيير بده يؤثر لي على كل البرنامج بطريقة خاطئة. أنا بدي متحول استخدمه دائما يضل ثابت. شو بيشتغل؟ مثل مثلا رمز بي، البي بالرياضيات هو 3.14 رمز ثابت. انا بدي استخدم بدل ما اكتب 3.14 3، خلص بستخدم متحول بسميه بي مثلا، سميته بي 3.14 فهو دبل لانه عندي فاصله.
دبل بي تساوي 3.14 منقوطة. هذا المتحول تماما يا حارسة، في عندنا شيء اسمه كونست، اختصار لكونستانت يعني متحولات ثابت ثوابت. الكونست شو معناته؟ معناته انا بحط هذا المتحول بالذاكرة اللي اسمه بي، حطيت له قيمته 3.14 ولكن انا حطيته كونست، ثبتته، ما عاد فيني اغير فيه، ما عاد فيني اعمل له اسناد. اي عمليه اسناد بيعطيني خطا. شكل الكونست، كيف تعليمك الكونست انا بكتبها؟ بكتب له كونست، بعدين النوع، بعدين الاسم، وفورا بعمل الاسناد. يعني ما فيني اعمل كونست بي مثلا هون بهذا الشكل، حطيت هون فاصله منقوطه مثلا، لاحظوا فورا بيعطيني خطا انه هذا، انه هون عندك خطا. ليش؟ لانه عملت اسناد، ما انا عامل اسناد، فانا مباشره لازم اعمل له اسناد للقيمه اللي هو محدده. فيني استخدمه اي مثل ما بدي، فيني هون اقول له رايت لاين بي مثلا، ما في مشكله. فيني اقول له مثلا الشعر الرثنه متحول ضافت البطاريه. اذا قلت الجهاز نحن عم نشتغل شباب، ما في مشكله، الاساسيات اللي بدنا نبلش فيها اخذناها، بنتابع اللي بضل بالجلسه القادمه. المهم البي خلينا نقول هي 3.14، انا عرفت الدبل اف، اف تساوي 3 مثلا ضرب بي فاصله منقوطه، في نستخدم هيك ما في مشكله، ما بيعطيني خطا. اما فيني اقول له انا مثلا هون بي تساوي اف، فورا اعطاني خطا. ليش؟ لانه البي ثابت، البي ثابت، فبيعطيني خطا مباشره. واضح شباب؟ واضح لهون؟ في اي سؤال؟ طيب اذا انا مثلا عندي المتحول اللي هو الا، بدي اقرا قيمته، كيف بقرا قيمته؟ نستخدم تعليم القراءة. تعليم القراءة كيف بكتبها شباب؟ بكتب له كونسول، نقطة، ريد لاين، و بفتح قوس وبسكره، فاصلة منقوصة. هذه تعليم القراءة. طب أنا كيف بدي أقرأ المتحول؟ انا عندي متحول السترينج اس مثلا، هو اس تساوي كونسول ريد لاين. انا عم قول له عندي متحول هو اس بالذاكره نو سترينج، بدي اقرا لي اياه من الكيبورد، يعني المستخدم بده يدخله. هلا قيمته ما انا معروفه، او فين يكون حاط له قيمه ابتدائيه مثلا، هو حاط له قيمه ابتدائيه، اقرا لي اياه بهذا الشكل، كونسول ريد لاين وقوسين. لما نكتب التعليمات لازم نراعي الاحرف الكبيره والصغيره. ليش؟ لانه السي شارب حساسه لحاله الاحرف. خلينا نجرب بكل الاحوال، اذا كتبت انا كونسول بشكل حرف صغير، لاحظي اعطاني خطا. اعطاني خطا. ليش؟ نحن قلنا انه السي شارب حساسه لحاله الاحرف. طبعا بيئة العمل بتساعدكم بهذا الموضوع، يعني انت بيئة العمل انت وعم تكتب، هلا لاحظوا انا مثلا بكتب حرف 2 3 بيعطيني قائمة بالاحتمالات الموجودة، او بتكتب بس كنترول مع سبيس بيعطيك القائمة، بتاخذ اللي بدك اياه وبتتابع يعني. تمام؟ طيب خلينا نجرب نقرأ الاس ونطبع الاس. واقف، مؤشر واقف، ناطرني ادخل اي قيمه. دخلت ار اس بي اس، انتر، طبع لي ار اس بي اس. طبعا نحن فينا نطبع بطريقه ثانيه، انا فيني اقول له ضمن الرايت لاين تنصيص اس تساوي زائد اس، عم اقول له هون شو يعمل؟ يطبع لي على الشاشه اس تساوي اللي هي ضمن تنصيص كما هي، ويطبع لي هون اس كقيمه. خلينا نجرب مثلا، دخلت 1 2 3 اعطاني اس تساوي 1 2 3. تمام يا شباب؟
واضح لهون؟ في أي سؤال؟ طيب أنا إذا بدي أقرأ قيمة الرقم، إذا بدي أقرأ مثلا أنا الـ A، الـ A تساوي console read line، أعطاني خطأ فورا، ليش؟ لاحظوا أعطاني فورا خطأ. الريد لاين شباب هي تعليم القراءة نصية، يعني هي بتقرأ لك ولكن النص، يعني انت ما فيك تسمي متحول. هلا الاس هو سترينج والريد لاين قيمتها سترينج فاسناد صحيح، اما انا لما بدي احط له هون الاي اللي هي نوعيتها انت، الانت ما بتساوي سترينج، بيعطيني خطأ. واضحة الفكرة؟ فنحن بنحتاج لعملية تحويل، نقرأ الاس، بنخلي المستخدم يدخل المتحول سترينج، وبعدين بنحول هذا سترينج لانتجر. كيف؟ بقول له الار تساوي تعليم التحويل، انا بستدعي المكتبة اللي هي موجودة فيها اللي هي انت او انت 32 نقطة اسمها بارس. بارس لمين؟ ل الاس. عمليا شو اشتغلت انا؟ عندي متحول اس سترينج وعندي متحول ا انتجر. قرأت السترينج انا اعطاني قيمته واحد، لما بدي احول بدي احط الاس تساوي ا، ما بصير الاس الار تساوي اس. ليش؟ لانه هاي انتجر وهي سترينج، نمطين مختلفين، ما بصير انه يساوي بعضهم. ولكن انا فيني احول، في توابع للتحويل، فانا بحول الار من سترينج لانتجر وبحطها بالانتجر اللي هي واحد. طبعا هون انا شو عملت؟ حولت ل ا، بعدين قلت له اطبع لي الآ تساوي مثلا آ تشغيل 1 2 3 انتر، اخذ الآ تساوي 1 2 3. واضح الشباب؟ تمام لهون؟ برجع بذكر اذا طفى اللابتوب شباب بنتابع بالجلسه القادمه، ده القسم بسيط، اذا طفى شكله راح يصير. في اي سؤال لهون؟ حدا عنده اي سؤال؟ طيب هذه تعليم مثل بارس او التحويل، يعني انا عمليا عم حول القيمه سترينج اعمل لها بارس لل ما في داعي نقول تحويل، خلص بارس، يعني انا عمليا عم حول. طيب انا لما بدي ادخل عده متحولات مثلا نفس المبدا، بدي احط اس، يا اما بستخدم الاس نفسه يا اما بحط عده متحولات سترينج، يعني مثلا انا استخدمت الاس هون سنت الا، في نرجع اعمل له عمليه ريد ثانيه مثلا